معانا المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس اداره شركه ماونتن فيو. اهلا باشمهندس، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك سيدي؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. مبروك المشروع، هيبتدي التسليم امتى؟ ان شاء الله في شهر 6 ان شاء الله هنبتدي اول التسليمات، وهنبتدي كمان معاهم في النادي عشان الناس كمان برضو تقدر تستمتع مش بس باليونت بتاعتها، بالنادي انها تقضي اليوم فيه. زي ما حضرتك عارف احنا المشروع ده زي ما حضرتك قلت كده كان عليه طلب، لانه هو اول مشروع يدرس حته مهمه جدا، انه زي ما حضرتك شايف كده مصر كلها دلوقتي بقت موضوع الكباري ده شغال. فاحنا الحقيقه عملنا المشروع ده بطريقه انه المشاة او العملاء ما بيتقابلوش خالص مع العربيات، العربيات بتقدر توصل. وعملنا قدرنا نعمل في المشروع مدينه كامله تحت الارض للباركينج وللمخازن لكل وحده سكنيه كمان. والحاجه الثانيه انه برضو الاوض الكهرباء او الخزانات الميه كلها في المدينه تحت الارض دي. فالمشروع ده المميز فيه انه اول مره يتعمل الحكايه دي، انه تقدر تبقى عند حضرتك مدينه كامله فيها كل الخدمات اللي بنسميها داون ستيرز واب ستيرز، المدينه اللي فيها الشوارع اللي بتدخل الوحدات. وبعدين من الناحيه الثانيه عندنا البارك اللي هي قد نادي هليوبلس تقريبا للمرحله الاولى اللي هم ال 18 فدان. فكل اليونتس كاني انا عايش على طول على النادي. ومن ناحيه النادي ما فيش عربيات خالص، انا بنزل على كورنيش. الكورنيش ده واصل بالكلاب بارك المنطقه الاولانيه اللي هي 18 فدان، وبعدين بيروح لمجموعه من الباركس الثانيه اللي متوزعه في المشروع. ويمكن طول الكورنيش هو 15 كيلو، هو تقريبا طول قد طول كورنيش اسكندريه بالظبط. فهو الحقيقه حاجه مختلفه خالص. والحمد لله احنا الناس طبعا كانت يعني زي ما حضرتك قلت كده في 2016، وكانت يعني كلهم ثقه فينا وجوم وعملوا الكلام ده كله. وبرده احنا مبسوطين جدا بالمشروع ده، لان دي اول كانت في شرم الشيخ اول مشروع شراكه مع الدوله. والحقيقه احنا انتهجنا منهج مع الدوله، انه الوين وين زي ما حضرتك قلت كده. الدوله هي عندها ميزه جامده جدا في المشروع ده، انها بتاخد عائد من المتحصلات 40% من الريفينيو على طول، يعني من كل البيع اللي بيحصل عندنا هي تاخد 40% في صوره ماليه وصوره عينيه. الميزه في ده انه احنا كشركه لما بنيجي نبيع اليونتس بعد شويه بيحصل لها لافرج اكبر بكتير، وتمنها بيبقى اعلى بكتير. الدوله زمان لما كانت تبيع اراضي كانت بتستفاد بس من ثمن الارض، ولكن ما تقدرش تعمل اللافرج اللي موجود على التنميه اللي حصلت وتستفاد منها. الحقيقه بالشراكه الجديده دي الدوله قدرت تقدر تكون عندها متحصلات دوريه على طول لغايه نهايه المشروع، يبقى عندنا علاقه مشتركه. واحنا الحقيقه برضو من الشراكه استفدنا كتير، ان اولا مثلا المشروع النهارده المياه والكهرباء موجوده فيه، الدوله بتساعدنا. لا ما هو الدوله شريكك بقى، عمره ما هيعطل لك حاجه، ما مصلحته معاك بالصبت. لا هيقول لك بقى بكره ولا عدي عليا بعده، هو شريك شوارع واحلى ميه واحلى كهرباء. ايوه وصل لك كل حاجه بسرعه على طول بالظبط. هو شريكك بالظبط كده بالظبط كده. طب هل لسه متاح ان الناس تشتري وتحجز وكده، ولا المرحله الاولى دي انتهت؟ لا لا طبعا متاح. احنا دايما بيبقى عندنا المشروع ده متقسم على درجات كتيره جدا، وحتى في مشروع الكلاب بارك احنا موجودين، ويمكن هيكون في لونش على طول قريب برضو، وتباعا يعني موجود. طبعا الصوره دلوقتي طبعا وضحت جدا المنطقه اللي هي النادي، ان انا ببص على 18 فدان اي شقه موجوده، اي شقه حتى عاديه 150 متر 200 متر عندها ميزات، ان دايما عنده، عارف حضرتك في مصر احنا بنحب الكراكيب والحاجات دي طبعا، عنده مخزن تحت زي الشقق اللي بره في كل حته. وعنده باركينج برضه خاص بستورج. وبعدين برضه حضرتك انا عايز ادي حضرتك برضه نقطه للمشروع ده، اول مره نعمل موضوع الكيلس بروجكت، يعني ان هو الراجل مش محتاج يبقى عنده مفتاح، لانه من اول ما بيخش بالباركود على كل المدينه متصممه سمارت، فبتخش من اول البوابه لغايه بعد كده كل مجموعه في الجزر اللي متقسم لجزر، كل جزيره برضه ليها بوابه، وبعدين بتخش بعد كده عمارتك برضه بالباركود ده، وبعدين اسانسير كده. الميزه انه المنسوب اللي هو الابستيرز ما فيهوش ولا واحد بتاع امن، لان احنا عاملين كنترول روم كله كاميرا زي دبي، احنا كل مشروعاتنا فيها الحكايه دي. ولكن الميزه ان كمان حتى بتاع الدليفري لما بيجي ما بيخش في المنسوب ده، بيخش في منسوب الداون ستيرز اللي هو الباركينج اللي فيه بقى الامن والجاربت شوتينج والاوض الكهرباء والمخزن اللي هي المدينه اللي تحت الارض دي بالكامل. مهندس عمرو سليمان رئيس مجلس اداره ماونتن فيو، بشكرك شكرا جزيلا.